أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10/9/2024. دولار أمريكي، سجل الدولار الأمريكي سعر 48 جنيه 28 قرش للشراء، 48 جنيه 42 قرش للبيع. اليورو، سجل اليورو سعر 53 جنيه 31 قرش للشراء، 53 جنيه 47 قرش للبيع. جنيه استرليني، سجل الجنيه الاسترليني سعر 63 جنيه 26 قرش للشراء، 63 جنيه 44 قرش للبيع. دولار كندي، سجل الدولار الكندي سعر 35 جنيه 59 قرش للشراء، 35 جنيه 69 قرش للبيع. كرون دنماركي، سجل الكرون الدنماركي سعر 7 جنيه 14 قرش للشراء، 7 جنيه 16 قرش للبيع. كرون نرويجي، سجل كرون النرويجي سعر 4 جنيه 47 قرش للشراء، 4 جنيه 49 قرش للبيع. كرون سويدي، سجل كرون السويدي سعر 4 جنيه 66 قرش للشراء، 4 جنيه 67 قرش للبيع. فرنك سويسري، سجل فرنك السويسري سعر 56 جنيه 96 قرش للشراء، 57 جنيه 13 قرش للبيع. 100 ين ياباني، سجل 100 ين ياباني سعر 33 جنيه 74 قرش للشراء، 33 جنيه 84 قرش للبيع. ريال سعودي، سجل الريال السعودي سعر 12 جنيه 86 قرش للشراء، 12 جنيه 90 قرش للبيع. دينار كويتي، سجل الدينار الكويتي سعر 158 جنيه 2 قرش للشراء، 158 جنيه 57 قرش للبيع. درهم إماراتي، سجل الدرهم الإماراتي سعر 13 جنيه 14 قرش للشراء، 13 جنيه 18 قرش للبيع. دولار استرالي، سجل الدولار الاسترالي سعر 32 جنيه 23 قرش للشراء، 32 جنيه 32 قرش للبيع. دينار بحريني، سجل الدينار البحريني سعر 128 جنيه 10 قروش للشراء، 128 جنيه 48 قرش للبيع. ريال عماني، سجل ريال عماني سعر 125 جنيه 41 قرش للشراء، 125 جنيه 77 قرش للبيع. ريال قطري، سجل ريال القطري سعر 13 جنيه 24 قرش للشراء، 13 جنيه 28 قرش للبيع. دينار أردني، سجل دينار الأردني سعر 67 جنيه 94 قرش للشراء، 68 جنيه 55 قرش للبيع. يوان صيني، سجل يوان الصيني سعر 6 جنيه 78 قرش للشراء، 6 جنيه 80 قرش للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.